اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ محمود. معلش عشان كنت استاذ جمال بعد اذنك عشان استاذ محمود هو اللي كان بيتكلم في هذا الامر. كمل يا استاذ محمود. اتفضل يا استاذ محمود. انا عاوز اقول لك فيما يخص إن الموضوع انت بتتعرض لحمله تشويه وتسويف وتضليل بالصوت العالي والحنجوريه والصوت العالي والزعيق والخناقات وفرض امور واللعب على ايه؟ على اجتزاء عبارات وجمل واهم حاجه ان انا احاول ان انا انال منك، انا قلتها لك وبقولها لك وهظل اردد هذا الكلام. انا مش قادر عليك اسيطر عليك في المستطيل الاخضر، هطلع في الاستديوهات اقول ان انا عايزه. وصل الامر من حجم الكذب والتجاوز والتجريح من النادي الاهلي امر يفوق الوصف، وده كلام في منتهى الخطوره. اذا كان البعض يعتقد انه الان بالفتره دي حاله هدوء، انا بقول لك جمهور الاهلي مش هينسى الكلام ده لكل من حاول ينال من فريقه. صحيح. ينال من ناديه، فالامر في غايه الخطوره. وامر للاسف انا برضو من خلال متابعتي لم ارى ولم اشاهد احد من نجوم الاهلي الذين اعتزلوا والذين يظهرون في البرامج حاول بالقريب او بعيد ان ينال من المنافسين، لكن الان هناك من يتجرأ من نجوم من لاعبي المنافس بصوره او باخرى بحجم الكذب والكذب ايه والتضليل والدعاء والحلفان بامور في غايه الخطوره لا 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 محل لها من الاعراب. المؤسف انه دخل على الخط ايضا بعض الصحفيين الذين تحولوا الى مشجعين ماشي بصوره او باخرى، كل الواحد بيبحث عن الليلة وعن هدفه. ان انا ايه اهم حاجه الاهلي الذي اصبح مصدر رزق لناس كتير جدا من محاوله انك انت التجريح والتطاول والكلام ده، فبحاول ان انا اعمل ايه احط ابقى الترند. الترند بقى كارثتنا في اللحظه دي يا كابتن اسامه. الكلام اللي هيظهر في الايام الجايه وهيكون في موقف ان هناك مجموعه اسمها مجموعه الواتساب. ايوه مجموعه واتساب معروفه بقودها صحفي معروف من مجموعه توزع الاسئله والافكار على مجموعه برامج، هدفها الاساسي ان انا ازاي احطم معنويات الاهلي، ازاي ان انا حقيقي يعني. طبعا ازاي ان انا اشوه، ازاي ان انا وصل الامر انها تخطط الحدود. تخطط حدود ايه؟ الوطن. الا انك انت عندك برنامج واثنين في احد الدول العربيه وده امر غريب جدا وامر في غايه الخطوره. وأطالب بإدارة النادي الأهلي بكلها موقف شؤونها القانونية في المرحلة اللي جاية، لأنه ما ينشر أمر يحاز. أنا بقول لك أهو تخيل أنك أنت لو اتكلمت عن هذه الدولة أو اتكلمت عن دوريها أو اتكلمت، شوفوا الرد الفعل هيبقى عامل إزاي. لا يا جماعة الأهلي ما يستاهلش كده. وبقول أنه إدارة النادي الأهلي مطالبة ببعض الأمور، برنامج في الإمارات، برنامج في العراق برضو لمنتمي لمنافسين، ومن خلال برضو ايه من خلال افكار الواتساب برضو اللي بتوزع. ليه؟ الهدف واضح يا جماعة، الهدف واضح هو الضغط على الاهلي، هو تشويه الاهلي مش هنا بس لا بره، لكن الناس اللي عندها الحقيقة عارفة قيمة ومكانة الاهلي. الاهلي مش منتظر من دول يقولوا له كلمة حلوة، لا مش هيقولوا لانه عارفين حقيقته بتبقى ازاي. انا شايف انه الامر في غاية الخطورة، امر زاد عن الحد، يتوجب بأمانة شديدة في اتخاذ خطوات ضد الناس دي، لأن المشهد اللي احنا شايفينه مشهد غريب جدا علينا. احنا وصلنا في حجم التراشق، الأهلي ما بيردش ومش هيرد. طبعا دي معروفة السياسة، مدار الأهلي كله وتاريخه إعلامه كله ما بتكلمش على رده، لكن أنا شايف أن الوضع في غاية الخطورة يا كابتن إسلام، وأعتقد أنه لازم يكون في خطوات على فكرة تصعيدية في الأيام اللي جاية. أستاذ جمال شوف يا كابتن، أول حاجة طبعا أنا مش يعني مش بعقب على كلام محمود لكن هو دي حقائق موجوده سواء كانت ظاهره او مختفيه. في ناس مش مرتاحين وده وضعهم ودأبهم منذ عشرات السنين من خلال شغلنا يعني، واحنا عارفين ان دي في اجنده كده عند ناس ان هو مش قادر يكسبك فبيحاول يبوظ لك الدنيا. لكن برضو لازم نقول حاجة مهمة جدا، ان النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله على مدار السنين هو الاكبر، هو الانجح حقيقي. هو الاكثر قدرة على امتصاص الصدمات صحيح. يعني احنا في الازمة الاخيرة النادي الاهلي لم يتكلم في ازمة الانسحاب او الاعتذار. ليه؟ لان الاهلي سياسة النادي. ايوه، لان الاهلي بيعتبر نفسه ليس طرفا. معلش بالمناسبه برضو لانه معلش فتحت جرح بالنسبه لي اقول انه الناس قعدت بتعلقش على الكلام اللي بيتقال يا عم ما تعلق يا عم مش لا عارف لا ايه يا عم يا جماعه بعد لا ومعلش المنطق والنجاح ان انا ما اردش على حاجه لا 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 ما جاش اسمي فيها لا غير كده يعني واحد بيقول انا مش عايز العب خلاص لا لا مش هي دي النقطه يا استاذ جمال مش هي دي النقطه في ان انت هنا بتمشي على حسب سياسه طبعا
اسمها سياسه النادي الاهلي. ايوه دي مهمه. النادي الاهلي في سياسه تحريريه. أيوة. تمشي من خلال القناه. لا وفي سياسه على مستوى مجلس الاداره في توافق او وفاق مع الاداره الاخرى في الانديه الاخرى. في الاخر اقصد اقول لك ان هنا مش كل واحد بيطلع يقول وجهه نظره. انت بتتكلم عن سياسه طبعاً. تخص نادي كبير. لان انت بتمثل النادي الاهلي وسياسته. فممكن جدا انا عايز اقول رايي الشخصي لكن ما ينفعش اقول رايي شخصي لانه انت بتمثل النادي بالظبط. بس لكن في الاجمال نقدر نقول انه النادي الاهلي الصمت ليس معناه ضعف. حقيقي. النادي الاهلي لما الدنيا بتستدعي الرد لا النادي الاهلي بيرد وردود قويه جدا على اي حد. صحيح. واخد بال حضرتك يعني في ازمته في ازمه النادي الاهلي اللي هي بتاعت نهائي افريقيا. قصه الخطاب الضائع واتحاد الكوره والدرج والكلام ده النادي الاهلي فضل ساكت واستحمل وراح لعب المباراه. ما هو احتراما للبطوله. حقيقي. واحتراما للاطراف الاخرى. حقيقي. وراح لان هو بيمثل مصر فراح ولعب وحتى خسر ورجع وما زالت الواقعه معروفه وتم التحقيق فيها ولم يتخذ فيها اجراءات. صحيح. ولكن النادي الاهلي قريب جدا كان مطلع خطاب او بيان ضد اتكلم فيه هذا التحكيم واتكلم فيه عن القصه دي. صحيح. يعني النادي الاهلي اقصد ايه ما بينساش. لا هو النادي الاهلي بس هو له مواقفه في الوقت المناسب. حقيقي. وده شيء يحترم على فكره. طبعا. طبعا. والتركيز برضو في المرحله الجايه دي يا كابتن اسلام مهم جدا. الله. لان انت لو رديت على كل الناس اللي حواليك دي ما هو معلش يعني في ناس فضيت مش في ناس فاضيه دلوقتي هيقعدوا يتكلموا لك. طبعا. انت دلوقتي مركز في مهمه معينه خلاص المهمه خلصت. لا انت لا احنا ك يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي. انت مركز في مهمه معينه عندك مباريات متلاحقه.